تشوفون عقاب عندك يعني. توقع اللي بيغادرون؟ اعطني توقع لاول مره نتوقع والله ما قد توقعنا احنا، اعطوني توقع. شوف التوقع دائما من النقاد ترى ما اخذ عنه، لكن بحكم ان احنا واصلين اصلا خلاص مستوية. من الشفافيه نقرا انا على حسب معطيات. دائما وابدا اللي نبيه يطلع يعني ما يطلع. هذا سبحان الله والله العظيم اي واحد انت تقول من صالح النسخه يطلع، من صالح النسخه اثنين مثلا ترى مفصلها في بالك انت يعني اقل عطاء اللي يغيب اللي تبي يطلع ما يطلع. ما ادري وش الامر هذا. انا بالنسبه لي دائما اللي اقول يا اخي لو ظهر ذا فزوا كلهم، لذلك انا اظن اللي بيطلع اثنين كلهم اقوياء يعني من الصف الاول. منهم انا اعتقد للاسف شفت اصحاب الجلسه هذول الاثنين ريان وعبد العزيز بغادروا. ابراهيم هذا اسماء قويه ترى، هو كذا سبحان الله هي معكوسه. انت تقول ان اختارهم ما يطلعون، انت ما تبي ريان وعبد العزيز يطلعون. اختيارك لهم. ابو منصور عطني اسمين. عقاب المري، واتوقع الاسم الثاني زايد جينجر سمايل. عقاب وزايد ابو عبد الله. كل باقي اسماء ترى انا التوقع عندي الى امس كان اثنين، في واحد ثابت عقاب. ايه عقاب هذا ثابت منتهى منه. ريان اعطاني في الاسبوع الماضي غياب الشغف، الملل، اللامبالاه، فهمت علي؟ فكنت اتوقع انه الى طريق الخروج من حجره. صحيح فهمت علي؟ لكن اليوم وامس تمام ريان اختلف شغيل. صحيح فهمت؟ فمن اللي حل محله؟ من؟ وكان عندي ريان وعقاب. صحيح حلو. من اللي حل محله؟ عقاب لا زال في الصداره يعني عاتب للخروج. من اللي حل محله؟ من اللي حل محله؟ أمانة يعني وهذا صدمة لي. فيحان حل محل مع ان فيحان قوي يعني، لكن ما المنافسة الأسبوع ذا خصومات خصومات وغياب شغف فهمت علي؟ أما غياب شغف فيحان ما غياب شغف فيحان ما عنده ايش شغف عند فيحان أصلا ما يدري وش الشغف. أنا كنت محتار ما بين فيحان وعبد الرحمن خشمان تمام؟ هذا الخشمان بينه لكن عبد الرحمن خشمان وش اللي خلاني شلته حطيت فيحان؟ شرح حطب عبد الرحمن خشمان ما عنده خصومات مثل خصومات فيحان. طب فيحان اعياد بالكيلو فهمت؟ اخطاء بالكيلو صح، غياب عن فقرات بالهبل عدم يعني فيحان ضارب المشكله يعني. كان المفروض ان عبد الرحمن خشمان يعني يتصدر، لكن عبد الرحمن ما عنده ذاك الخصومات يعني اللي اشوفها انا مش يعني ما احنا مطلعين، لكن نعرف احنا من اللي خصوم عليه. الطمره لا يتفاعل ولا يخطي، عايش في الوسطيه. هذا توقع. طيب الله يكفينا الشر. يقول ريان قام من النوم.